هذا هو سوق هرج، أحد أكبر أسواق الموصل، فالأسعار فيه تناسب فقراء المدينة. يتفحص مصطفى كريم مبردة الهواء المستعملة هذه من أجل شرائها، فهو لا يستطيع اقتناء واحدة جديدة. يقول مصطفى إن سعرها يصل إلى نحو 150,000 دينار في السوق التجارية، بينما تباع هنا بربع قيمتها. جيد أشتري مبردة رخيصة وأحسن ما أخذ جديد، لأنه جديد غالي. فنأخذ عتيق، مجبورين نأخذ عتيق. أعداد غفيرة تتزاحم يوميا على هذا السوق المعروف بسوق هرج أو سوق الفقراء في أيمن الموصل. السوق ظهر عام 1990 من أجل شراء الأجهزة المنزلية المستعملة وغيرها، وللبحث عن منتجات ذات ماركة عالمية استغنى عنها أصحابها أو استبدلوا بها غيرها. لا سعر ثابت في هذا السوق، فالعرض والطلب هنا يكون بحسب المساومات والصفقات بين البائع والمشتري. يعني واحد محتاج مجبور يبيع، من يجي يطلعون مشتريه 2-3، واحد دفع له 100 لـ 150 يبيع ابو دينار زايد وثمن. اهم الاشياء اللي تنباع الاخشاب المستعمله، هذا تزوج طلق راح باع جاء الاخ اشترى وبالعتيق ومستعمل وهذا المشي. هذا السوق لا يدخله الا اصحاب الدخل المحدود والفقراء، فهو مقصدهم الوحيد، وخصوصا مع تأثر الأسعار بارتفاع سعر صرف الدولار الذي أربك العرض والطلب في الأسواق الاعتيادية. سوق هرج سيبقى خيار كثير من الناس في الموصل نتيجة ارتفاع نسب الفقر فيها، والتي بلغت نحو 40% بحسب الإحصاءات الأخيرة لوزارة التخطيط. من الموصل قاسم الزيدي، يو تي في.